السلام عليكم. ربما نصيحة واحدة تنقذ حياتك وتكون سببا في إنقاذ الكثيرين، فماذا ستفعل إذا لدغتك حشرة سامة أو كنت تتشاجر مع أحد الأشخاص؟ فمن الأفضل أن تكون على دراية تامة بتلك الحيل لتغلبك في هذه المواقف. لهذا ركز معنا جيدا واستعد لمشاهدة 5 حيل جديدة ربما تنقذ حياتك يوما ما. خامسا، سائق مشتبه به. أغلبية الأشخاص لم تلتفت إلى هذا، فمن الممكن بنظرة واحدة فقط تنقذك من موقف خطير. قبل أن تركب التاكسي قم بتصوير رقم السيارة واحفظه جيدا. فبعض الأحيان تتقابل مع سائق تاكسي لطيف يحب الحديث كثيرا، وهذا ليس خطرا، ولكن تجنب إعطائه أي معلومات شخصية مهمة. وإذا لاحظت أن السائق بدأ في التصرف بطريقة غريبة قم بالاتصال بأي صديق وأخبره بأنك ذاهب في تاكسي إلى المكان المحدد وأعطيه رقم السيارة. رابعا، إزالة حشرة. بالرغم من أنك لن تصدق هذا، ولكن في الحقيقة تلك الحشرات تكون خطيرة جدا، فمن الممكن أن تصاب بمرض اللايم أو ما يعرف باللمفاوي. لهذا إذا لدغتك حشرة اذهب في الحال إلى طبيبك لاكتشاف بأنك أصبت أم لا، ولكن لتجنب إصابات خطيرة يجب إزالتها بأسرع ما يمكن. أولا، يجب تحديد مكان رأسها وباستخدام ملقة صغيرة حاول أن تخرجها من جلدك. أيضا باستخدام خيط الأسنان يمكنك فعل هذا، قم بوضعه حول رأس الحشرة واضغط جيدا مع السحب للأعلى. لا تحاول أبدا أن تسحبها بيدك لأنها من الممكن أن تبقى رأس الحشرة في الجلد وتؤدي إلى إصابتك بأمراض عديدة. ثالثا، إخفاء نقود إضافية. حاول دائما عند خروجك من المنزل عدم وضع جميع نقودك في مكان واحد، لأنه إذا فقدت محفظتك لسبب ما يمكنك إنقاذ نفسك بتلك النقود الإضافية. بعض الأماكن التي يمكنك إخفاء نقودك بها أسفل غطاء الجوال أو في حذائك، أو في الحالات الصعبة أن تضعه في ملابسك الداخلية. ثانيا، صعود ونزول السلالم. بالطبع أمر سخيفا إصابتنا أثناء نزول أو صعود السلالم، فهناك حيل رائعة تجنبك حوادث خطيرة. لا تقم بصعود أو نزول السلالم ويدك في جيبك، لأن هذا يمنعك من الإمساك بمثبت السلم أو وضع يدك لتفادي السقوط، ومن المهم في هذا الموقف حماية رأسك جيدا. أولا، تذكر النقاط الضعيفة. ربما تتشاجر يوما ما مع أحد الأشخاص الأقوياء وبالطبع لم تقدر على التغلب عليها، فالضربة المفاجئة ستكون الحل المناسب لك، ولفعل هذا يجب أن تعطيه ضربة قوية وسريعة في أحد الأماكن الضعيفة التي يمكنك مشاهدتها في هذه الصورة. ولكن انتبه، لا تعطي فرصة كبيرة للشخص الآخر لأنه من الممكن أن يسبقك بتلك الضربات. لهذا من الأفضل أن تدرس جيدا تلك الأماكن الضعيفة وتقترب منه لضربة قوية. حسنا، شارك في التعليقات بأي من تلك الحيل قد أعجبتك. إن أعجبك هذا الفيديو قم بضغط زر اللايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.